بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 29 بعد 100. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، قد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن عدة مسائل فأجاب عنها باختصار. المسألة الأولى: بماذا يخاطب الله الناس يوم القيامة؟ وما لسان أهل الجنة ولسان أهل النار؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، لا يعلم بأي لغة يتكلم الناس يومئذ، ولا بأي لغة يسمعون خطاب الرب جل وعلا، لأن الله تعالى لم يخبرنا بشيء من ذلك، ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يصح أن الفارسية لغة الجهنميين، ولا أن العربية لغة أهل النعيم الأبدي، ولا نعلم في ذلك نزاعا بين الصحابة رضي الله عنهم، بل كلهم يكفون عن ذلك، لأن الكلام في مثل هذا من فضول الكلام. لكن حدث في ذلك خلاف بين المتأخرين، فقال ناس يخاطبون بالعربية، وقال آخرون إلا أهل النار فإنهم يجيبون بالفارسية وهي لغتهم في النار، وقال آخرون يتخاطبون بالسريانية لأنها لغة آدم وعنها تفرعت اللغات، وقال آخرون إلا أهل الجنة فإنهم يتكلمون بالعربية. وكل هذه الأقوال لا حجة لأربابها، لا من طريق عقل ولا نقل، بل هي دعاوى عارية عن الأدلة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. المسألة الثانية: هل الميزان عبارة عن العدل أم له كفتان؟ فأجاب رحمه الله: الميزان هو ما يوزن به الأعمال، وهو غير العدل، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، وقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال عن ساقي ابن مسعود: لهما في الميزان أثقل من أحد. وفي الترمذي وغيره من حديث البطاقة، وصححه الترمذي والحاكم وغيرهما، في الرجل يؤتى به فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتوضع في كفة ويؤتى له ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وهذا وأمثاله مما يبين أن الأعمال توزن بموازين يتبين بها رجحان الحسنات على السيئات، وبالعكس، فهو ما يتبين به العدل، والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا. وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب. وسئل رحمه الله عن الأطفال الذين يموتون، ما حكمهم؟ فقال: وأطفال الكفار أصح الأقوال فيهم أن الله أعلم بما كانوا عاملين، كما أجاب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وطائفة من أهل الحديث وغيرهم قالوا إنهم كلهم في النار، وطائفة جزموا أنهم كلهم في الجنة، احتجوا بحديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إبراهيم الخليل وعنده أطفال المؤمنين، قيل: يا رسول الله، وأطفال المشركين؟ قال: وأطفال المشركين. والصواب أن يقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، ولا نحكم لمعين منهم بجنة ولا نار. وقد جاء في عدة أحاديث
أنهم يوم القيامة في عرصات القيامة يؤمرون وينهون، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وهذا هو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة. والتكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء وهي الجنة والنار، وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها كما يمتحنون في البرزخ، فيقال لأحدهم من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، الآية. وقد ثبت في الصحاح من غير وجه حديث تجلي الله لعباده في الموقف، إذا قيل ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، فيتبع المشركون آلهتهم ويبقى المؤمنون، فيتجلى لهم الرب في غير الصورة التي يعرفون فينكرونه، ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفونها فيسجد المؤمنون، وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقر يريدون السجود فلا يستطيعون. وذكر قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. السؤال الثالث عن الكفار: هل يحاسبون يوم القيامة أم لا؟ فأجاب رحمه الله: هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم، فمن قال إنهم لا يحاسبون، فممن قال أنهم لا يحاسبون أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى وغيرهم، وممن قال إنهم يحاسبون أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد وأبو سليمان الدمشقي وأبو طالب المكي. وفصل الخطاب: أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها، ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات. فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار، وإن أريد المعنى الثاني فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر. وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب، فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته، ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب، كما أن أبا طالب أخف عذابا من أبي لهب، وقد قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. والنار دركات، فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابا من بعض لكثرة سيئاته وقلة حسناته، كان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأصل دخول الجنة. السؤال الرابع: هل العبد المؤمن يكفر بالمعصية أم لا؟ فأجاب: لا يكفر بمجرد الذنب، فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل، والشارب يجلد، والقاذف يجلد، والسارق يقطع، ولو كانوا كفارا مرتدين وجب قتلهم، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. وبهذا القدر كفاية إن شاء الله، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.